هذا وقد استضاف معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة دانات في اليوم الأول من معرض الجواهر العربية 2022 في جناحه المؤرخة وحفيدة عائلة كارتي الشهيرة السيدة فرانشيسكا كارتي التي تقوم بزيارة تاريخية للبحرين بعد مرور نحو 110 أعوام من زيارة جدها السيد جاك كارتي الشهيرة للبحرين عام 1912 ميلاديا. نعم، وفي جناح دانات وقعت السيدة فرانشيسكا كتابها الشهير، كما قدمت ندوة عرفت الجمهور من خلالها عما تناولته في كتابها عن تاريخ عائلتها. وبهذه المناسبة أشارت السيدة نورة جمشير الرئيسة التنفيذي لمعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة دانات، أشارت إلى أن مشاركة المعهد في المعرض بهدف عرض ما يقدمه المعهد من خدمات بأيدي أفضل الخبراء من الكوادر الوطنية والعاملين في قطاع المجوهرات والتقييم والفحص، مؤكدة أن استضافة السيدة فرانشيسكا كارتيه في معرض المجوهرات يهدف إلى تعريف الجمهور على العلاقة التاريخية التي ترتبط بها عائلة كارتيه باللؤلؤ البحريني. يعتبر اللؤلؤ الطبيعي جزء أساسي من تاريخ البحرين وتراثه الحي، والمحاضرة التي تم تنظيمها هذا المساء في معرض الجوهر العربية من قبل دانات هي فرصة للجمهور للتعرف على اللؤلؤ البحريني وما امتزج به من روايات تاريخية محلية ودولية. فاليوم نستعرض تاريخ المجوهرات المتعلقة بكارتيه والعلاقة المرتبطة بجاك كارتيه بالأخص، ووجود فرانشيسكا كارتيه لرواية هذه القصص المستندة بذلك بالمخطوطات والمراسلات التي ورثتها عن جدها، لهي فرصة للتعرف على الجوانب المتعددة لتجارة اللؤلؤ من الناحية الشخصية بالإضافة إلى الناحية التجارية. طبعا احنا اليوم فخورين باستضافة فرانشيسكا كارتيه وتي هاي زيارة بعد 100 سنة من زيارة جدها جاك كارتيه إلى البحرين. والسبب اللي جاء جاك كارتيه إلى البحرين في ذلك الوقت إنه كان في ذاك الوقت 80% من مجوهرات كارتيه تشمل اللولو البحريني، فحبوا أن يشترون اللولو البحريني من مصدر رئيسي، وهاي السبب اللي دفع جاك كارتيه إلى زيارة البحرين وإلى لقاء أكبر تجار اللولو آنذاك بحثاً عن اللولو الطبيعي من المصدر الأساسي. من المدهش جداً عندما وجدت رسائل كتبها جدي الأكبر تروي قصته في البحث عن اللؤلؤ، جميعها قصص رائعة. ومن هنا قررت أن أجمع هذه الرسائل في كتاب يؤرخ تاريخ كارتيه ليصل إلى الجميع. من خلال الكتاب الذي تم تدشينه اليوم ستجدون بأن جدي الأكبر يتحدث عن تجربته في البحث عن اللؤلؤ البحريني واصفاً إياه بأنه الأفضل في العالم. أنا لست بخبيرة في مجال اللؤلؤ، لكنني نقلت قصة وتجربة جدي الأكبر مع اللؤلؤ البحريني، وهي تجربة فريدة من نوعها ومعبرة.